منو أول من بنى مسجد الكوفة المعظم؟ وشنو هي مكانته عند الله سبحانه وتعالى؟ ما هي علاقة المسجد بمولانا صاحب العصر والزمان بعد الظهور؟ بحسب الروايات فإن أول من بناه هو نبي الله آدم عليه السلام، وبعد ما صار الطوفان أعاد بناء نبي الله نوح عليه السلام، ومر المسجد بمراحل عديدة حتى وصول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام اللي اتخذ مركز للقضاء والحكم ومنبر لتوعية الناس حتى استشهد في محرابه. أما عن المكان العظيم لهذا المسجد فورد عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: وكأني به يوم القيامة، يقصد مسجد الكوفة، في ثوبين أبيضين شبيه بالمحرم، يشفع لأهله ولمن صلى فيه فلا ترد شفاعته، إلى أن يقول مولانا أمير المؤمنين: فلا تهجروه وتقربوا إلى الله عز وجل بالصلاة فيه وارغبوا إليه في قضاء حوائجكم. يعني هذا المسجد مكان لقضاء الحوائج، فلو يعلم الناس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض ولو حبوا على الثلج. الحبو هو الزحف على الأيدي والأقدام. ميزة أخرى أيضا لهذا المسجد هو أنه الزائر المسافر اللي يجي لهذا المكان أيضا بإمكانه أداء صلاة الفريضة كاملة. أما عن علاقة المسجد بصاحب الزمان عجل الله فرجه، فتتحدث الروايات أنه بعد ظهور المبارك راح يكون هذا المسجد هو مركز لحكومته القوية اللي راح يملأ الأرض بيها عدل وقسط إن شاء الله. ما أجمل هذه اللحظات، نسأل الله تعالى أن يبقينا وإياكم أنه نعيشها مع مولانا صاحب العصر والزمان ونشاهدها بهذا المكان العظيم. نسأل الله تعالى أن يعجل بظهوره ويجعلنا من أنصاره وأعوانه.